ليلة سعيدة امبارح كلنا عشناها امبارح كل الأهلوية والناس اللي فرحت لنا طبعا لما يعني لاعبتنا كانوا في الملعب بأدائهم القوي والمستوى الجيد اللي ظهروا بيه امبارح. شفت امبارح المباراة ازاي؟ تقيمها لنا ازاي امبارح؟ يعني طبعا في البدايه طبعا يعني لو اتكلمنا على المباراه بالذات يعني بحب اشيد جدا مبدئيا بمحمد الشناوي اللي هو اللي هو صد ضربه الجزاء دي كانت نقطه تحول طبعا. حضرتك عارف كابتن هاني من 1-1 من 1-0 ل 1-1 ممكن المباراه من المباراه يعني مباراه ثانيه خالص يعني. وبرده بالمدرب بتاعه برده ميشيل يانكون برده لازم اشيد بيه، مدرب حراس المرمى طبعا عامل فرق كبير جدا يعني. يمكن محمد الشناوي احسن لاعب في مصر السنه دي ومان اوف ذا ماتش النهارده يعني في مباراه امبارح، ورابع ضربه جزاء على التوالي يصدها، ف يعني كان قائد للفريق وهو فعلا كان نقطه تحول يعني. صحيح. بجانب طبعا كل اللعيبه